السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد معانا على مدونة أعجبني. النهاردة بنعمل أبديت لسوفت وير 6 مارشميلو الجالاكسي اي 7 نسخة 2015. النسخة لسه نازلة النهاردة من فترة بسيطة جدا، بتاريخ قديم، تاريخ من أسبوعين أو شهر فات، للنسخة اي 700 اف دي. النسخة دي دول سيم. دلوقتي بعد ما حدثناه هو بيحدث الابليكيشنز. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنعمل داونلود للفيرموير من اي موقع، بس انا غالبا بفضل سام موبايل وبختار الموديل بتاع الموبايل وبعمل داونلود للفيرموير وبنزل الاودن، تمام، وبنحمله. بتكون واخد اهم حاجة، بتكون واخد باك اب من بياناتك، وبتقوم عامل تحميل للسوفت وير وعامل له ابلود على الموبايل. في انتظار اتمام التحميل انا حاولت اطفيه عشان اعمل له فاكتوري ريسيت، بس للاسف زرار الباور ما بيستجبش. ربما هو كده السيتنج بتاعته قافل الزرار الباور، اتكيت عليه متواصل عشان نعمل شت داون، مفيش فايدة. نجرب تاني كده، اتك على زرار الباور متواصل. مش هنقدر، هو فاتني قبل، فاتني وهو بيعمل بوت ان انا الحقه عشان اعمل الفورمات للسوفت وير للسيستم لليوزر داتا. الموبايل ممتاز جدا، ممكن نعمل له ريفيو سريعة كده. الموبايل ممتاز جدا، ممكن اعمل له ريفيو سريعة. هو للأسف مكسور. الموبايل اسمه جالاكسي اي 7 700 اف دي، شريحتين ميموري كارد، بتستخدم بتستخدم حاجتين من الاتنين، الاوبن التلات اوبشنات، يا اما شريحتين يا اما شريحة وكارت ميموري. الكاميرا القدامانية بتاعته 5 ميجا بكسل، واللي ورا 13 ميجا بكسل، بيصور فول اتش دي. الهاتف معدن بالكامل، البطارية ما بتتخلعش، الشحن بتاعه 1.5 امبير، في شحن سريع، شغال ببروسيسور كوالكوم 615. الرام بتاعته دي اهم حاجة، 2 جيجا، تمام. الهاتف ممتاز جدا وخفيف جدا وسريع جدا، قعد فترة معايا بستخدمه استخدام شخصي. البطارية بتاعته رائعة جدا، بتقعد معايا يومين مع الابليكيشن اوبتمايزر. طبعا كده الابديت هياخد وقت كبير، هنرجع لكم تاني اما الابديت يخلص. رجعت لكم دلوقتي بعد فعلا ما تمكنت من اني اطفي الموبايل عن طريق الضغط مطولا على زرار الباور والفوليوم داون والاوكي، تمام. دلوقتي انا هعمل فورمات للسوفت وير. تمام، اعمل الاتنين الوايب. تمام، انا بحب، مفروض ان انت اوتوماتيك بعد كل تنزيل سوفت وير بتعمل فورمات عشان الموبايل يمشي معاك بأعلى أداء. تمام، داتا كومبليت، بختار التانية الوايب التانية.
تمام، بعمل ريبوت سيستم ناو كده، نقدر نستمتع بالمارشميلو ونشوف التغييرات ما بين المارشميلو واللولي بوب. النسخة دي زي ما قلت لكم موجهة لروسيا، التليفون طبعا بيغيب في الأول، بيقعد له مثلا 2 لـ3 دقايق، وساعات في الموبايلات القديمة بيقعد 10 دقايق، وكان أيام جينجر بريد أيام زمان وأيام الفريو كان بيقعد بال10 دقايق فعلا، كان الناس بتفتكر إن موبايلاتها باظت لحد ما بيديك فايبريشن صغير. في انتظار الفايبريشن والسوفت السوفت يبدأ، احنا في انتظار ان السوفت وير الجديد مارشميلو يعمل بوتينج لأول مرة، التأخير ده طبيعي جدا. بفضل ان انا اسيب الفيديو معاكم لاطول وقت ممكن، عشان اي حد بيتفرج على الفيديو ده وبيحدث السوفت وير ما يقلقش من طول الوقت، يعرف الوقت الحقيقي اللي السيستم بياخده. بحيث ان انا لو قصيت الوقت ممكن واحد فيكم يقول لا ده موبايل اتاخر زياده عن اللزوم، ده باظ، ده جراله حاجه. ما زلنا منتظرين. الموبايل فعلا سخن جدا لانه شغال في الخلفية، السي بي يو بتاعه شغال بيعمل سيت اب لملفات السيستم. يا ترى هيخش في 10 دقايق زي الموبايلات القديمة بتاع الجينجر بريد ولا لا؟
في انتظار الفايبريشن وعمل السيستم، في اي وقت ممكن تلاقيه بدأ الموبايل سخن جدا، يعني مش للدرجة اللي هي في الموبايل سخن، السخونة العادية لما تشغل جيمز يعني. ما زلنا في الانتظار. أخيرا بعد طول الانتظار التليفون فتح، قعد يجي حوالي تلت ساعة أو ربع ساعة مش عارف. أنا فصلت الفيديو للأسف، مش هقدر أنقل لكم الوقت الحقيقي، بس انتوا متقلقوش. اخترت الإنجليش وأقول له ستارت، تمام. اخترت الواي فاي وعملت لها كونكت، دخلت الباسورد، نيكست، بوافق، نيكست. هنشوف ايه الجديد في المارشميلو. ايوه تمام. هنا بيقول لي انت عاوز تنقل حاجاتك دي من تليفون تاني، بقول له لا. تمام، بيقول لي دخل الميل بتاعك. دقيقة ادخل الميل بتاعي. دخلت الباسورد، اكسبت. تمام، اوتوماتيك باك اب وهيلب، اوكي، نيكست. استهلك كتير قوي من البطارية، حوالي 10% في عملية التحديث. هنا بيقول لي اعمل سيت اب، اد انذر ايميل، هقول له نوت ناو. تمام، بيقول لي ريستور الابليكيشن والداتا، بقول له دونت ريستور، ما ترجعهمش دلوقتي.
اد انذر ايميل نوت ناو. تمام. إيه سامسونج اكاونت، اقول له سكيب دلوقتي، سكيب. تمام. الاسم بتاع الموبايل ايه ده؟ اللغة الروسي نازلة اوتوماتيك، هشيلها اكيد طبعا. دان فينيش نازل. تمام كده السوفت وير بدأ، الايقونات الجديدة نزلت. كوبي كونتنت اولد ديفايس سمارت سويتش ليتر. تمام نزل معاه كوبي كونتنت فروم اولد ديفايس اللانشر. تمام خش الابليكيشنز. الموبايل بقى رائع بصراحة، السوفت وير الجديد جامد. سيتنج مش هخش نشوف الفيرجن، مفيش تغييرات كتيرة طبعا. اباوت ديفايس تمام. نسخة المارشميلو 6.1 تمام. هذه الايكونز بتاع الجهاز. جولة سريعة كده نشوفها. Essentials الكونتاكت الفون الدايلر. تمام اللوك فيفورتس كونتاكت ابليكيشنز. في طبعا التطبيقات الروسي اللي هشيلها والكيبورد الروسي اللي هغيرها العربي. في احدث نسخة من كل حاجة. نشوف السيتنج كده، نبص على السيتنج. تمام الايكونز اتغيرت خالص. السيتنج تقريبا زي ما هي. هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله قريب عن الاختلافات الموجودة، الزيمز الموجودة هي نفس الزيمز، بل بالعكس شالوا زيمز كان موجود، نزل مع نسخة اللولي بوب ما كانش مع الجهاز. دي الزيمز بتاع نسخة الكتكات اللي كانت جاية مع الجهاز. وفي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة برجوكوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعمونا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.